صباح النور عليكم وجمعة مباركة باش ما تمنيتو ان شاء الله بصحة وسلامة وطول العمر. كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير هانين. مرحبا بكم معايا في فيديو من نوع جديد او فلوقات من نوع جديد، الا وهو ان شاء الله اليوم عندي طيارة مع ربعة ان شاء الله باذن الله غدا جولة سياحية لتركيا. اول مرة كنطلع في الطيارة بحال كاع الناس، ما كنعرف حتى شي حاجة. بقاو معايا من وانا غدا ان شاء الله. بقى موجت راسي، ما لبست حوايجي، ما درت شي حاجه. مطار محمد الخامس حتى المطار ديال تركيا، حتى نطلعوا للوطيل نشوفوا الوطيل كيفاش داير. من بعد ان شاء الله يكون عندنا جولات في تركيا، حاطين البروغرام وغتبقاو معايا غدوزوا معايا ان شاء الله السفره ديالتي كامله ان شاء الله وباذن الله. بقاو معايا. فوق البحر، فوق الماء. لا يا اخي محمد ضروري حنا وصلنا للمطار. السلام اختي وسرا، الله يحفظك ليا اخويا محمد وما ننساش ديديكاز. اسانسور ورا خلي تشوفني العافية. محمد يلا معايا، يلا معايا محمد، يلا معايا. بغيت نلفا هي تلفت، كلشي كيقول لك تيغ دو تيغ ان، انا عندي التيرمينال ان، قولي التيرمينال دو، غاديين مبقاش عندي الوقت. دفعنا الباكاج في المرحله الاولى، عطوني عطوني البيي غندخل لداخل باش نلقى الباسبور. بصراحه غادي تموتوا عليا بالضحك منين دخلت، وانا كنسول انا كنسول الاونصار، لقيت الباب 6، انا غير جلست نتسنى حتى يوصل وقت الطياره ان شاء الله. خليكم معايا دابا. انا كنتسنى في الباب اسيس حتى يعيطوا عليا يجي الوقت وندخل ان شاء الله الطياره. معايا انا طلعت الطياره من الظهر اللي عندي ما عرفتش الطياره دي حقي صغيرة حتى في العواشة. يلا طلعت الطيارة بقاو معايا. هادي تركيا، أنا كنعرف شي دنيا كيدير المطار. عامر حنا موفقة إن شاء الله يا ربي، وتعاونوا معايا إن شاء الله نوصل بخير وعلى خير. بالنسبة حتى اللي ما عارفش كيفاش كانت الطيارة، كيفاش كانت الفانتور، كيفاش السلامة، هما بصراحة هما مبسوطين بزاف. كاين ليكخون قدامك أنت كتشوف كيفاش خدمت الكتب ديالك. بصراحة خطوة تركيا غزالة زوينة مرتاحة، حتى السيرفيس فيها زوين. صافي دابا غيمشي ليا الريزو، غادي نطلعو تسويت. أخيرا وصلت على مطار اسطنبول، الله وصلنا. تا نمشي من تحت نعاود ليكم. مشيت دابا ناخذ البدله ديالي ونقلب هاد السيد اللي تسنانا. واخيرا وصلت على مطار اسطنبول، تاعنا ان طويل، خليكم معنا واصل ونواصل. والواعره هي انا ما عارفه نقدم ولا نوخر، هاكا عطاهم تشيكي كيدو معايا كندير لهم وكنزيد يا متوضا يا نوصل وحدة لجوج. علام الله يفعل، بقيت الباب ديالي ما خديتوش هنايا على مطار صفت. وين خوينا كيدو ما طلعليش الباكاج وفينا ولقينا اللي كيتسنى لي الواعي ما لقيتوش. يا سلام وصلت لبلاصة الباكاج ديالي ما غلطتش.
شوف ما طاش شحال غزال واخا يمشي بحال ديالنا حنا اليوم عندهم العواشر. الحمد لله لقيت الكيد وما توترتش، بقيت كنسول حتى وصلت مع اني ما كنعرفش لا تركي لا انجليه، كندوي غير فرنسويه. وتلاقيت معاه قال لي تسنيني في هذا الكافي انا غنشرب قهوه، بحيث بقى معايا حتى نمشي غدا ان شاء الله. واخيرا وصلت للهوتيل، هنا وصلت دخلت لا شومبر، ولكن عرفتي غدا نجلس وغنعاود لكم واش طرا ليا اكزاكتلي. بقاو معايا. المهم نعاود لكم، ضحكوا معايا شويه ولا ضحكوا عليا ولا ما عرفتش. طلعت للطياره من زالي عندي فين جالسه انا، ما حدايا حتى شي عربي، حدايا شي نويه من هنا وشي نويه من هنا كيدويو، ما عرفتوش اشنو كيدويو. المهم جا واحد الشينوي معاهم هما مكنون جروب، كيطلب فيه تيقول لي عافاك عرفت بغا يشونجي معايا يشونجي معايا البلاصه، شونجيت معاه غنقص جوج واحد جوج ديال العيالات التركيات كانوا دهيجه في المغرب كانوا سياحه وجايين. المهم بصراحه تركيش ايرلاين زوينه بزاف، دازت واحد ساعه لاوب، جابوا الماكله جابوا لي بواسون لي باش حاجه خداها. المهم السيرفيس ديالهم غزال، هذوك التركيات شافوني طلعت باللون لان بصراحه درني راسي بزاف بحكم ان اول مره غدا نركب في الطياره. كيحاولوا يدويو معايا بالتركي، المهم كدوي اونغلي انا كنفهم اونغلي ما كندويش بها، كتحاول المهم بقات كتسولني ومجوجه هادي هادي هادي. المهم معليناش، من بعد هودنا للمطار. سمحوا لي نسيت واحد لافاليز على برا وجاب لي السيد لي كيف الباكاج. المهم من بعد هودنا للمطار، هودت المطار كبيره، ما كندويش اونغلي ما كندويش تركيه، غدا كندوي كيف ما صورت لكم ديجا راكم شفتو جيا كنسول. المهم كنفهم اللونغلي، خديت الباكاج ديالي كنقول يا ربي نلقى السيد يا ربي نلقى اللي هذيك اللي غيتلقانا. المهم خرجت بقيت كنقلب 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 حتى المهم الناس هذه ولكن كانت من تركيا شافني غدا جيا سولني فوالا. المهم عرفتو قال لي تسنيني في القهوه، قلت انا يا زعما نحاول نربح الوقت شويه علاش لا، مشيت بغيت ناخذ بوس كارطا تركيا، بغيت ناخذ لا كارت باش نخدم لان الانترنت هنايا كاينه غير في لوطيل ما كايناش على برا. المهم مشيت خديت كارطا، قال لي 40 الاورو خلصت 40 الاورو، مي على اساس ان 40 الاورو انا مشات ليا في 40 درهم، ضحكوا عليا عطيت 40 الاورو خديت كارطا. طلعنا في الميني بيس، جا السيد لي داك الكيد قلت لنا في البيس كيدوي كيدوي كيدوي، شي بنات معنا في الجروب سولوا على لا كارت سيم، ويقول لهم هادي 5 اورو. قلت له 5 اورو شحال؟ 5 درهم. دابا انا مشات ليا بالدرهم وانا نقول لها انا خديتها 40 اورو، قال لي 40 اورو بزاف، وهي راه 40 400 درهم باش خديت كارطه وانا اللي ما كدهرش بها ودهرت بها. ما عليناش الحمد لله دات كلشي بخير وعلى خير. جينا لوطيل، طلعنا لوطيل نقي زوين، خديت انايا شومبر سينجل يعني بوحدي ما معايا حتى شي واحد، ما معايش شي مرا معايا زعما في الجروب، يعني بغيت ناخذ راحتي بوحدي. هذا ما كان دخلت لا شومبر، قلت اول ما غندير باقا ما دوزتش ما بدلت ما كليت ما درت حتى شي حاجه، نعاود لكم اشنو وقع ليا المود ديال الضحك كما غتشوفوا في الفيديو. ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم، اللي ما مابونيش معايا يتابونا معايا، لي كومونتير ديالكم علاش لا، مرحبا والف مرحبا على عيني وعلى راسي من الفوق، دعموني كيف ما كدعموني ديما. وان شاء الله هذا النهار الاول عندي في تركيا وعندنا البروغرام فيه بزاف ما يتشاف، غنبقى كل نهار ان شاء الله لوح فلوغ حتى نرجع للمغرب. وشكرا بزاف على التتبع ديالكم ليا، الله يخطيكم عليا، وما تنساوش ما تنساوش الاشتراك ديالكم القناة ديالي باش تدعموني وتشوفوا ديما الجديد.